بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اسعد الله ايامنا وايامكم بذكرى ميلاد قمر بن هاشم ابو الفضل العباس سلام الله عليه جعلنا الله واياكم من زائريه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الاخره لا يزال الكلام حول شرح زياره ابي الفضل العباس سلام الله عليه والتي بينها الامام الصادق عليه السلام وقد وصل الكلام بنا الى بعض صفات امير المؤمنين سلام الله عليه والتي اطلقها الامام الصادق عليه السلام في هذه الزياره المباركه. حيث قال: واقومهم بدين الله. هذه الصفه اعطاها الامام الصادق عليه السلام وبينها للزائرين ولجميع المؤمنين بان اقوم شخص بدين الله سبحانه وتعالى هو امير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي احسن واشد استقامه. فأفضل شخص كان ملتزما ومحافظا على الدين ومستقيما على الدين كان امير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظوا ورد في زياره الخضر عليه السلام لامير المؤمنين في يوم شهادته انه في زياره طويله موجوده في كتب الادعيه والزياره. يقول الخضر سلام الله عليه ويزور امير المؤمنين بهذه الكلمات، يقول له فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا قويت حين ضعف اصحابه وبرزت حين استكانوا، الى ان يقول واعتدل بك الدين يا امير المؤمنين هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى بك وبوجودك اعتدل فانت افضل شخص مثل هذا الدين واعتدل وكان قويما بهذا الدين. وقوي بك الاسلام فظهر امر الله ولو كره الكافرون. فاذا الصفه هذه كانت لامير المؤمنين سلام الله عليه حيث انه كان اقوم شخص بدين الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الامام الصادق عليه السلام واحوطهم على الاسلام. افضل شخص واكثر شخص كان محافظا ومحتاطا وحذرا على دين الله من الضياع كان امير المؤمنين سلام الله عليه. لولا تضحيات علي عليه السلام لكان الدين الاسلامي انتهى منذ ذلك الوقت. ولكن بتضحياته وبمحاوطته وبمحافظته على هذا الدين اكتمل واحتفظ واحتفظ هذا الدين. لاحظوا هذه الروايه التي وردت عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه واله انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وعلي بن ابي طالب عليه السلام معنا فمررنا بحديقه فقال علي عليه السلام يا رسول الله الا ترى ما احسن هذه الحديقه؟ فقال ان ان حديقتك في الجنه احسن منها حتى مررنا بسبع حدائق يقول علي عليه السلام ما قاله ويجيبه رسول الله صلى الله عليه واله بما اجابه. ثم ان رسول الله صلى الله عليه واله وقف فوقفنا حوله ووضع راسه على راس علي عليه السلام وبكى فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ هذه واقع قد تكون عجيبه انهم بعد هذا المشي وبعد مرورهم بهذه الحدائق يقف رسول الله صلى الله عليه واله ويضع راسه على راس امير المؤمنين عليه السلام ويبكي هذا اثار تعجب الحاضرين وتعجب اصحاب النبي صلى الله عليه واله. فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. فقال يا رسول الله افلا اضع سيفي على عاتقي فابيد خضراءهم؟ يعني هل انا مامور بالجهاد اذا ظهرت هذه الاضغان وهذا الحقد؟ قال بل تصبر لاحظوا هذه الوصيه التي كانت لرسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين. قال فان صبرت قال تلاقي جهدا يعني هذا الأمر ستعاني منه يا, يا أمير المؤمنين يا علي قال أفي سلامة في من ديني يعني إذا صبرت وتعرضت لهذه البلايا أكون محافظا على ديني قال نعم قال فإذا لا أبالي فإذا بمحاوطة أمير المؤمنين بتحمله بصبره استطاع المسلمون أن يحافظوا على دينهم ونحن في هذا اليوم ننعم بما عاناه أمير المؤمنين سلام الله عليه من محن ومن مصائف في زمانه كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام ويشهد لأبي الفضل سلام الله عليه أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك هذه أيضا شهادة من إمام معصوم بأن أبي الفضل سلام الله عليه كان مخلصا كان مخلصا في مواقفه في عقيدته في تصرفاته في أفعاله في أقواله كلها كان مخلصا لله ولرسوله وللامام الحسين عليه السلام. فاذا هذه شهاده من امام معصوم وهي تعني عظم المقام ورفيع الدرجات لابي الفضل سلام الله عليه بحيث انه يشهد له بالاخلاص وبالنصيحه لله ولرسوله وللامام الحسين عليه السلام. ثم بعد ان يشهد له بالاخلاص وبالنصيحه يقول له فنعم الاخ المواسي. لاحظوا هذه الكلمة التي استخدمها الإمام الصادق عليه السلام وردت في القرآن الكريم، نعمة هي تدل كلمة تدل على المدح. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استخدم هذه الكلمة في مواطن. لاحظوا مثلا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم معبرا عن نفسه. نعم المولى ونعم النصير. كذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف الجنة يقول فنعم عقب الدار فإذا لا يوجد كلمة في القرآن الكريم تدل على المدح أكثر من كلمة نعمة وإذا كان هناك كلمة أكثر من ذلك لاستخدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإذا النعمة هي أفضل كلمة وأعظم كلمة في تدل على المدح وهذه الكلمة استخدمها الإمام الصادق عليه السلام في مدح عمه العباس سلام الله عليه قال له فنعم الأخ المواسي لاحظوا هنا ايضا اعطى قيدا للاخ، لم يقل له فنعم الاخ لانه قد يكون انه فنعم الاخ الامام الحسن عليه السلام افضل من من ابي الفضل سلام الله عليه، ولكن قيدها بالمواسي فنعم الاخ المواسي افضل شخص واسى الامام الحسين عليه السلام واساه بجميع ما يملك وسنذكر بعض المواطن هو ابو الفضل سلام الله عليه فنعم الاخ المواسي لاحظوا اصحاب الحسين عليه السلام كلهم واسوا ابا عبد الله في يوم عاشوراء وكلهم ضحوا لاجله واستشهدوا في سبيله ولكن لماذا هذه الكلمه المواسي كانت مختصه بابي الفضل اسباب عده نحن نذكر بعضا منها اولا ابو الفضل سلام الله عليه كان يعلم بان الامام الحسين عليه السلام لن يرخص له بالقتال هو رخص له بجلب الماء فقط لم يرخص له بالقتال ولكن مع ذلك قبل ورضي مع أنه كان قائد الجيش الجيش كله كان متمثلا بأبي الفضل سلام الله عليه ولكنه مع ذلك قبل هذا الأمر وذهب إلى جلب الماء وتحمل هذا الجهد وتحمل قطع اليد وضرب العين وضرب الرأس في مقابل مواساته للإمام الحسين عليه السلام هو أيضا واساه بنفسه حيث أنه استشهد في سبيله واساه بعدم شربه للماء واساه بقتل إخوانه أمامه قد يكون العباس سلام الله عليه هو أكثر شخص إن راجعتم السيارة التاريخية والمقاتل تجدون بأن أبا الفضل أكثر شخص قدم قتله في سبيل الإمام الحسين عليه السلام من أقربائه القريبين عليهم من أرحامه قدم إخوانه الثلاثة في سبيله وفي بعض الكتب التاريخية أنه حتى بعض أولاده أيضا استشهد في يوم عاشوراء فإذا هو فنعم الأخ المواسي ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام الشخص الذي قتله والأمة التي قتلت والأمة التي ظلمت والأمة التي استحلت المحارم من أبي الفضل والتي بيناها في الحلقات الماضية وبينا حرمة العباس سلام الله عليه هؤلاء كلهم ملعونون على لسان الإمام الصادق عليه السلام ثم يضيف الإمام الصادق عليه السلام هنا فقرة فيقول وانتهكت حرمة الإسلام لاحظوا الإنسان المؤمن لا تنتهك حرمة الإسلام بقتله وإن كان عظيم القدر وعظيم المقام وكان مخلصا وكان مؤمنا الا ان قتل المؤمن لا يؤدي الى انتهاك حرمه الاسلام. ولكن الامام الصادق عليه السلام بين في هذه الزياره المباركه بان في قتل العباس سلام الله عليه قد انتهكت حرمه الاسلام. هذا يدل على عظيم مقام ابي الفضل سلام الله عليه، حيث انه لولا انه يمتلك هذا المقام لما كان الاسلام وكانت حرمه الاسلام تنتهك بقتله. جعلنا الله واياكم من المحافظين على حرمه العباس عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين